مؤاخذه ما كنتش لسه خلفت، وجيت هذه 25 سنه، جيت سبع يعني سبع مرات. الله اكبر. انا جيت كنت في الحج وجيت قلت ازورهم بالمره. دي عادات وتقاليد في الشعب المصري. قول لي حاج، دي اول مره حضرتك تيجي فيها هنا ضريح السبع بنات؟ لا جيلي قبل كده. انا جاي من 83. حضرتك بتيجي هنا من سنه 83؟ من 83 باجي. هل في بركه معينه لضريح السبع بنات؟ ايوه في بركه بليغ. زي ايه حضرتك؟ بركه ترتاح نفسيتك. الله اكبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. مين مدفون تحديدا في ضريح السبع بنات؟ الله اعلم، عندي الله اعلم. الله اعلم. حضرتك تعرف مين تحديدا مدفون هنا في اضرحه السبع بنات؟ هم اللي بيقال دول القبائل العربيه اللي جت فتح الاسلام، ودول البنات المسلمات اللي كانت على القبيله دي الاسلاميه، واللي هم يعني اتبعوا في المكان ده بعد انتصار المسلمين على الجماعه. من التسعينات يعني. بتيجي كل سنة؟ كل سنة. تمام. مين حضرتك تحديدا اللي مدفون هنا في ضريح السبع بنات؟ الصحابة، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، هم مدفونين هنا. تمام، حضرتك بتيجي ليه بقى؟ بركات يعني، زيارة كده نستغرق. تمام، تيجي عشان تاخد البركة. طب حضرتك تعرفي مين هم السبع بنات او مين تحديدا مدفون في ضريح السبع بنات؟ عشان طاهرين وحلوين. والله اعلم بهم، احنا نعرف ان هم طاهرين وحلوين ومن الصحابه كويسين وربنا يرضى عنهم. يا رب. قولي لي حضرتك دي اول مره برضو تيجي؟ لا انا جيت فوق عن السبع مرات، ما كانش مبني السور الاول كده. تمام. كانوا عادي يعني. وايه حضرتك اللي يعني اللي بتحس بيه لما بتيجي هنا ضريح السبع بنات؟ لا مؤاخذه ما كنتش لسه خلفت، وجيت هذه 25 سنه، جيت سبع يعني سبع مرات. تمام، وخلفت حضرتك؟ ايه الحمد لله، معايا ثمانيه. ثمان عيال؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. الشهداء فيها الصحابه. طب والله كويس. والثمانيه عندهم كم سنه دلوقتي؟ اكبر واحده فيهم عندها 35. ربنا يخليها لك يا رب. ماشي يا عم. طب انت حضرتك تقولي ايه بقى لاي واحده ست ما بتخلفش؟ اما نقول لها يلا نوديكم، احنا جايبين مرات ابن اخت عشان تتجحر، ده ربنا يديها. تمام، ربنا يديها ان شاء الله. ربنا يدي الجميع يعني. حضرتك شغال في المكان هنا بقالك سنين. تمام. ايه اكتر مشكله حضرتك شفتها ولما صاحبها جه هنا الحمد لله بامر الله المشكله اتحلت؟ هو حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بيراضي الجميع، لاجل ان هو بيراضي الجميع، لان الناس لما تيجي يوم الجمعه الزيارات وفيه دعوات ساعات اجابه، فربنا سبحانه وتعالى بيتقبل من الجميع، اللي زاير اللي جاي طالب من الله سبحانه وتعالى الشفاء. هو ربنا ما بيحرمش حد. في واحد يعرف بقى العز عليا، كان ده راجع وكده، وسيبك بكلم الناس اللي هنا، دي ارض طاهره وكده، لان الارض دي على ايام التاريخ وكده عبر عليها الرسول عليه السلام والصحابه وكده. برضه ربك بيجعل حاجه سبب يعني، برضه ربك شفى ظهره وبقى تمامه 100 100.